اوتوماتيكيا. لان قلنا احنا هذا معطول مخصص، معناته انه اخذت حزمه من الباندويث من الشبكه خصصته لحاسبه معينه، فلذلك انه من يعني من الافضل انه بعد انتهاء الاتصال اقطع هذا الخط. على سبيل المثال هذا الخط يكون مخصص الى هاي الحاسبتين بنقل البيانات. مثلا خلص الاتصال، انقطع هذا الخط بعد ما إلى وجود، ممكن انه حاسبة اخرى اذا مربوطة هنا ممكن هي تستخدمه. فلذلك يكون انه عندي الباندويث فليكسيبل بي. بس قلنا المشكلة انه اذا زاد العدد هنا بهالحالة اوتوماتيكيا حيصير عندي مشاكل بالباندويث، وننتظر انه يصير عندي اشكالية بالاتصال لو لا. هسه نشوف بالسلايدات الجاية. الفوائد مال سيركت سويتش جارنتي الباندويث، يعطينا اياه مخصص انه مثلا انا مشترك بواحد ميجا يعطيني واحد ميجا المفروض، يعني هي مو دائما بس نقول المفروض. فهاي يسموها الكواليتي اوف سيرفيس، ايش قد اقدر احصل او يخصص الي باندويث معين. عادة يعتمد على البت ريت والديلي، انه اريد بسرعة عالية فيعطوني، يعني هي كلها برمجة طبعا، تتبرمج الكونفيجريشن للراوتر انه فلان شبكة او فلان حاسبة اخصص لها هاي القيم اللي اني احددها حسب ما ندفع قلنا ايش قد الاشتراك مالتنا. الشغلة الثانية good for delay sensitive application. ليش؟ لأن ماكو بعد فحص بالبيانات اللي تنقل بعد تكوين اللينك اللي يربط بين السورس والديستنيشن، لذلك هو الديلي مالته قليل. وإذا ربطناهن معناته الريال الريلايبلتي مالته تكون عالية، والباكيت لوز يكون أقل ما يمكن بالسيركت سويتش، فالدليفري مالته أيضا حيكون أوردر. ليش؟ لأن الباكيتات اللي تندز أو المسجات اللي تندز وحدة ورا الأخت مفروض توصل أيضا بالتسلسل اللي اندزت بيه، فماكو ري أوردرينج وما يعني البروسيسنج الزايد. بعد ايش عندي بي؟ سمبل داتا راوتينج. شنو يعني؟ قلنا احنا كل راوتر حيشوف انه وين اشوف الطريق الافضل لهاي الباكيت، هذا وين؟ بالباكيت سويتشنج. بينما بالسيركت سويتشنج اوريدي هم يحددون الطريق، بعد ماكو داعي احدد انه اكو طريق افضل من عنده لو لا. فلذلك يكون عندي الراوتينج تيبل مالته اسهل، والبروسيسنج ايضا اسهل. فمعناته هنا شنو؟ انه ماكو داعي للباكيت هيدر اسوي له فحص او ما اسوي له فحص، لان قلنا احنا اول باكيتات اللي هي يسموها كنترولينج باكيت او مسجز تربط لي السورس ديستنيشن، بعدين تندس البيانات اللي احنا نريد نوصلها للديستنيشن. بعد اذا قلنا هاي ما لها داعي، الباكيت هيدر اللي هي عاده تنحط بها الادريسنج والاوفر هيد انفورميشن، فمعناتها شنو عندي؟ لو باكيت اوفر هيد ما يحتاج احط سورس وديستنيشن وبورت نمبر وما ادري كل هاي السوالف اللي تزيد حجم الباكيت. مع العلم المسج خلينا نقول قيمتها 100، فتحتاج مثلا اوفر هيد اضافات للارسال 20 30 مسج لها اضافيه تنحط، فماكو داعي. لذلك يكون عندي الـ forwarding based time slot or frequency، وحنشوف إن شاء الله بالسلايدات الجاية شنو هذا يعني. زين احنا قلنا بعد إذا هو مخصص فبعد ماكو داعي أحط
الاي بي انتي سي بي يو دي بي، هاي البروتوكولات اللي بالباكت سويتشنج كلش مهمه هذني، بينما بالسيركت سويتشنج ما إلها داعي، لان قلنا احنا مجرد ما نربط السورس والديستنيشن فبعد اقدر ادز البيانات مالتي مباشره بدون فحص. هاي ادفانتجز اوف سيركت سويتشنج. الديس ادفانتج هنا يكون قلنا اذا صار عندي طريق مخصص معناته انا اخذت باندويث عزلته من الشبكه بعد صار الي، فهذا حيسبب لي ويست بالباندويث. ليش؟ لان انا اصلا اخذت جزء من عندها، فهي يعني كل شبكه لها باندويث معين مخصص لها حسب قلنا ما يدفع الزبون وحسب ما السيرفيس بروفايدر ايضا ايش قد يقدر يجهز. فلذلك يكون عندي واحده من العيوب يعني الملموسه انه الباندويث حيقل عندي بزياده عدد اليوزرز. بعد نقطه لوخ انه البلوكت كونكشن، مرات انه اريد احاول احصل حيقول لي جربيها بالتليفون يقول لي مشغول او ما ممكن الاتصال بهذا الرقم حاليا. ليش؟ لان هو اصلا مسوي كونكشن ويا جهاز لاخ، فلذلك ما اقدر يعني الوصول اليه. فلذلك واحده من العيوب ايضا انه مو كل الاتصالات ممكن ان تتم وبسلاسه، لا لازم يكون الديستنيشن فري على مود اقدر اسوي كونكشن وياه. الكونكشن سيت اب ديلي، هذا اللي قلنا عليه انه المسجات تندز. انا قبل ما يعني اتصل عاده الناس ما اعرف اذا ملاحظين انه من ادق رقم بالموبايل مثلا ادق على صديقي رقم فانتظر شويه، خلينا نقول 3 ثواني 4 ثواني 5 ثواني 6 ثواني، شوف ايش قد السرعه مال الشبكه اللي انت مشترك بيها، يلا يرن يمه. هذه هي الكنترولينج مسجز اللي تهيئ لي الطريق قبلها. عادة تكون هذه اللي قلنا 3 ثواني أو 6 ثواني، هذه تعتبر شقد يعني قيمتها بالنتورك كلش كبيرة كلش عالية، قيمة بالوقت كلش عالية، ديلي عالي. ليش؟ لأن إحنا هسه حاليا الشبكات الفايف جي المفروض هم دي يعني يحاولون قدر الإمكان أنه يخلوها 1 ملي سكند فما دون، حاليا ما واصلين هاي المرحلة خصوصا بالكنترولينج مسج. يعني بداية الربط تكون كلش صعبة، لذلك هي المشكلة الحقيقية الديلي اللي يصير بيه انه بالستاب مال اللينك، لذلك يكون عندي ديلي ملحوظ بيها. و إذا صار عندي بالمناسبة الديلي هو وقت التأخير، اللاتنسي هو وقت التأخير وصول البيانات بين البيانات، يعني أول مسج وصلت بثانية، ثاني مسج وصلت بثانية ونص، فهذا يسموه اللاتنسي التأخير اللي بين المسجات اللي توصل، فهذا ما أقدر أني أتجاوزه بالسيركت سويتش. ليش؟ لان اصلا ما عندي امكانيه انه ازيد باندويث او امرر بغير طريق في سبيل توصل اسرع او بوقت واحد للديستنيشن. نتورك ستيت ايضا واحده من الديس ادفانتج مال السيركت سويتش، انه شو يصير عندي نتورك نود ماست ستوب بير كونكشن انفورميشن. يعني قلنا هي الكونكشن انفورميشن هي نفس الكنترول مسجز، لازم تتم التنفيذ كل مسج بالنسبه للكونكشن انفورميشن على مود البيانات البقيه توصل للديستنيشن الصحيح. فلذلك يكون قلنا احنا السيت اب مالتها
هو يعني نقطة